بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب ثانوية عامة، كل سنة وانتم طيبين. أنا النهاردة بعمل مغامرة جديدة في تدريس اللغة الإنجليزية، وأنا غامرت الصراحة بفضل إخواتي وزمايلي اللي هم الصراحة دماغهم هاي تيك عالي قوي، يحميهم ربنا. بدأنا إحنا نتخلص من التباشير مرة، وسمنا الماركر مرة، وعملنا في الحصة بروجيكتور، كنا نطفي اللمبتين والعيال مش مقتنعة، لغاية ما اقتنعت ان البروجيكتور بيساعدني كتير جدا جدا اقدم محتوى دسم، والواد يطلع حصة ساعتين حس ان هي 5 ساعات بالمحتوى الدسم اللي احنا فعلا فعلا بننجز افكار كتيرة جدا جدا من خبرتنا، لان بنشرح حوالي 5-6 مناهج. وبعد كده ربنا كرمنا باختراع عظيم اللي هي السمارت بورد، وبعد كده مستر ابو زامل الكمبيوتر بروجرامر اللي هو اخونا وحبيبنا قال لي انا عامل لك مفاجاه وعايز اجرب فيك الصراحه. قلت له جرب فيه يا عم، ولو نجحت البلد كلها تبقى نجحت معاه، واخواتي زملائي حبايبي. الفكره الصراحه عجبتني وجميله، وممكن تطبق في اللغات بطريقه جميله. او ايه هي؟ قال لي هنعمل حاجه اسمها مذكره الكترونيه، وتبقى اول مذكره في مصر. قلت له ماشي وربنا يصلح الحال والطلبه تقتنع بيها. وقال لي سعرها هيبقى نص الثمن بالظبط، يعني هنخفف السعر على الطالب لان هي محمله برضو على حاجه اسمها ويب سايت، يعني برضو هي مكلفه. قلت له ماشي يا سيدي. طب الطالب هيعمل ايه؟ قال لي هيعمل الاتي: هيحمل مذكرتك وهنعيد كتابتها، ومس هند طه ومس ايناس وهدير بيشدوا في شعرهم حاليا عشان ينزلوا تاني المذكره دي يخلوها الكترونيه. طب والطالب يا مستر لما يحلها الكترونيه ينزلها ازاي؟ يخش على بلاي ستور هلاقي حسن نجار يجي منزل المذكره، مبروك على اكتبها معاك لغايه ما تخش اللجنه. تمام يا مستر، يعني مفيش ورقه معايا؟ لا، على اللاب بتاعي بقى المذكره الجميله، وتبقى انت شغال بيها. زيها ايه؟ اول حاجه زي ما انا قلت لك سيف يور ماني، هي تبقى مخفضه كسعر. حاجة تانية سيف يور تايم، مش هقعد تفرق في الورق، انت خلاص عايش طول عمرك على الكمبيوتر كجيمز او عايش على الموبايل على السوشيال ميديا، فدي اسلوب حياتك، فده هيساعدك شوية. هتلاقي حاجات غريبة قوي في المذكرة، مفاجآت، ان انت فعلا دخلنا الذكاء الصناعي، الكلمة اللي مش عارف تنطقها هتتنطق لك، التكست اللي مش عارف تنطقه هيتنطق كمان، هيتحمل على بعض الفيديوز كمان. فحاجة جديدة انا الصراحة مبهر بيها، وربنا يبارك لكم. لو عجبتكم هنمشي، هي فيها حته خوف شويه، شاكك شويه، جرب. زي ما انا جربت كده نفعت معاك يبقى احنا خدمناك، خاصه بيبقى عندي طالب من هناك من الوادي الجديد. اشحن، هشحن لك ازاي المذكره؟ طالب مين؟ من عريش ومن سينا، مش عارف اشحنه، ده حقيقه بنت بتبقى في حته البريد مش عارف يصلها. ده حتى احنا في الشحن يا اولاد لغينا شركات الشحن، رحنا للبريد المصري، ربنا يبارك لهم ويديهم الصحه، بيوصلوا مزاج لغايه البيت. فأنا ربنا يبارك للناس القائمين معانا على الشغل، بنحاول ونساعد الطالب. الوحده هي الوحده زي ما انت شايف، تقسيم الوحدات عادي خالص، هي مذكره المستر معاك بكلماتها بتوزيعاتها، زائد النطق كمان. وبعد كده الصراحه هو طلب مني اقول افيهاتي، يعني انت وانت بتحل هتلاقي كلمه ربنا يكرمك بصوت مستر حسن، لو انت غلط ربنا يعود على اهلك، انت 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 مش عارف تركز دي، فهتلاقي الافيهات بتاع المستر عيالي بقى حافظينها وعارفينها، ان انا ساعات بقول كلمات تحفيزيه عاليه جدا، وساعات بتهكم كده لما الاقي واد غلطان غلطه تشل ساعتها صراحه. يعني بنتسالوا اسئله، المدرسين ربنا يديهم الصحه، هم مستنيهم امراض صعبه بسبب الطلبه هيشلونا. انا دايما بدعي لمدرسين الفيزيكس بالذات او الماثماتكس، واتضح كمان اخواتي مدرسين التاريخ اللي العيال ساعات مش عارفين يكتبوا اساميهم وجايين يقربوا لي كمان، ده موضوع صعب، موضوع صعب. ثانويه عامه دي ابتلاء، لانك انت احيانا بيبقى طالب غير مؤهل يخش معانا امتحانات، طالب غش في اعداديه وطالع للثانوي، يعني الصراحه انا بنعاني بنعاني. فتلاقي كله بيتفرز بقى في الامتحانات والصوت، واللي بتشوفه في الاخر الريدنج هتلاقي حد بيقرا لك، الاسئله هتلاقي حد بيشجعك، المستر داخل بيصوت لك وبيصرخ لك لو غلطت. هو سجل لي حوالي 40 صوت تشجيعي و30 صوت للطالب اللي هنقعد بقى، تلاقي نفسك الجرامر بالتفصيل الممل مع شرح واسئله وافيه، ناس قايمه مجهود جبار الصراحه، اخطاء كلها بتتصحح. ما تنساش حتى انت هتلاقي نفسك الناس كلها اللي معايا قائمين على العمل هم واخدين الموضوع عباده، يعني انا بنشتغل مع الطالب عايزين نغيره ونرفع مستواه. يعني نتيجه الثانويه عامه كل المدرسين ربنا يديهم الصحه فخورين طبعا بنتيجتهم مع الطلبه، انا بفخور بطالب بس دي هو بعيد عن دماغك، الاقيه جايب 70% والانجليزي بتاعه 45/50، يبقى احسن ماده في كل المواد بتاعه. الاقيه جايب 80% وزعلان بس الانجليزي بتاعه عالي قوي.
فنادر قوي الصراحه ان انا اكون اهدرت درجه او درجتين مع الطلبه. حتى بقول للعيال وانا ببدا الحصه بيبقى نيتي لله ان الطلبه تطلع من اللجنه كلها تدعي عليا، منك لا يا مستر تعبتنا طول السنه والامتحان طلع سهل بالنسبه لك، انما غيرك ممكن يكون صعب. فانتوا حاجه قيمه قوي، فبنحاولوا نكونوا متجددين. تمام، ده الاي بوك بتاعنا. في كمان انا عامل دلوقتي ابلكيشن اسمه حسن النجار، هتلاقيه طلع لك بكلمه معاك النجار انجليزي. تمام، عاملين جروب محترم اسمه نيو سما. هذا الجروب المحترم ما عندناش حاجه اسمها فوت، ما عندناش بوست نقبلوه حد يرشح لنا مدرس كيمياء او مدرس فيزياء، لان كلهم اخواتنا. انا مش جاي انا في سوق بقى انا برشح، وانا دايما اقول لعيالي الليله ليلتك، انت الطالب اللي شايل الليله، احنا عوامل مساعده. ده عندنا عيال في الصعيد وعندنا عيال في اسكندريه. انا عندي طلب يا ابني بسم الله ما شاء الله وانا بادئ كده، الاقي متاخر يقول لنا شغال يا مستر معلش انا اسف. فتخيل لما طالب في ثانويه عامه وبيشقى عشان يعلم نفسه. تمام، يعني واد رجوله، تعال شوف الطالب اللي بيشتغل حوالي 6 ساعات في اليوم، شوف واجبه هتلاقيه عامل واجب، شوف مذاكرته الله اكبر عليه، شوف قعدته في القاعه بسم الله رجوله. يعني العيال انا بنبهر صدقني من حاجات اللي انتوا ما تعرفوهاش، ان القاعه عندي بعتبرها مسجد، ملائكه حواليا، وساعات بشرح واخد بريك وادعي للطالب اللي قدامي، عيال زي العسل، هم سمات خاصه شبهي سبحان الله لاقيين على بعض. في عيال بيقول القاعه هي حصه وبيخلع، ما يقدرش ما يطيقش الجو بتاعنا، العيال كلها شايانه وشغاله. فتلاقي عندي الهادر ياما ليه؟ هو خلاص واخد على الدلع، انا ما اقدرش ادخل طالب مثلا عندي لابس الشورت متقطع، انا مدرس وداخل لي جامعه، هتخش كليه حقوق بسلامتك لاستاذ جامعه فقيه دستوري. يعني فقير واحد بيسن القوانين، يعني ليه شنه ورنه في البلد؟ مع احترامي ينفع طريق بيتخش له بالمنظر ده؟ فاحنا بنحاول ناهلكم للكليه، اخش لكليه هندسه، راجل مهندس عملاق استاذ جامعه في كليه هندسه يا جماعه. يعني ايه؟ يعني الناس ديت هي اللي بنت دبي وهي اللي بنوا العالمين وهم اللي بنوا الدنيا كلها، اجي انا قدام باشمهندس كبير زي ده بمنظر غير لائق؟ فاحنا بنحاول نساعدك. تمام، هتبقى انت معانا ان شاء الله على جروب نيوسما، ما تنساش قناة المسا على اليوتيوب، وده التواصل بتاعنا. واتمنى الفكرة تحوز اعجابكم، واتمنى ان شاء الله تخدم شريحة كبيرة من الطلبة خاصة اللي في المناطق النائية ونفسها تحصل على الماتيريال بتاعت بابا حبيبك مستر حسن نجار. باي باي.